السلام عليكم، إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح ناخذ الحلقة الثانية من كورس الفيميل باثولوجي، وراح نتكلم بهاي الحلقة عن اليوترس أو اليوتراين بادي. طبعا بالحلقة السابقة تكلمنا عن السيرفكس وخذنا الالتهاب اللي يصيبه والكانسر كذلك، وهذه الحلقة راح ناخذ اليوترس وكذلك نتكلم عن الكانسر اللي ممكن يصيبه، نتكلم عن الالتهابات وأكو أشياء أول مرة تسمعون بيها. فإذا أنت مهتم بالحلقة تابع ويانا وإن شاء الله تنال إعجابك. قبل لا يبدأ المقطع حبيت أقول لكم أن حوالي 70% من اللي يشاهدون مقاطعي هم غير مشتركين بالقناة، فأتمنى منكم لو أنت شخص تابع القناة أنك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى توصلك كل المقاطع الجديدة، وشكرا لكم. الآن راح نتكلم عن اليوتراين بادي أو اليوترس. طبعا أردك ترتب الموضوع ببالك، راح ناخذ 5 أمراض ومقدمة. بعد المقدمة راح نتكلم عن أولا الالتهاب أو الانفلاميشن، ومن ثم راح ناخذ مرضين غريبات أول مرة تسمع بيهن جدا ممتعات. راح ناخذ الهايبربليجيا اللي هو نوع من أنواع الأدابتيشن، وراح ناخذ التيومرز يا أما تكون بناين يا أما تكون مالجنت. بعد أن رتبت الموضوع ببالك خلينا نبدأ بالمقدمة البسيطة. أولا الإندوميتريوم شنو معناه؟ هذا هو الجهاز التناسلي الأنثوي، كنا نعرف بفالوبيان تيوب، أوفريز، فندس. فندس هو هذا الجزء الخارجي، تمام، هذا يسمونه فندس. زين، بعيدا عن هذا كله أنا شنو أريدك تعرف؟ أريدك تعرف أنه الإندو اليوترس، طبعا هذا هو اليوترس، شوفوا هذا كله يوترس. زين، اليوترس متكون من 3 طبقات. هذه الطبقات بالتسلسل، أول طبقة خارجية اسمها بريتونيوم، والطبقة الثانية العضلية يسمونها مايوميتريوم، والطبقة الأخيرة اللي هي الطبقة الداخلية اسمها إندوميتريوم، وهي موضوع حلقتنا لليوم. زين، شنو يعني إندوميتريوم؟ إندوميتريوم، إندو معناها داخلي internal، وميتريوم معناها womb أو رحم، فهي البطانة الداخلية للرحم، تمام؟ الطبقة بحد ذاتها من شنو تتكون؟ تتكون من طبقتين، أولاً basal layer وثانياً functional layer. زين، الfunctional مقسمها وظيفية، تحتوي على الجلانت والستروما، وهاي هي المسؤولة عن الدورة الشهرية وتساقط أثناءها، يصير لها شيدنج. زين، إذا صار لها شيدنج وتساقطت شلون تنعاد؟ ببساطة الطبقة الثانية اللي هي البيزل لاير تقوم بإعادة تجديدها، شوف regenerates the functional layer after the menstrual cycle، تمام؟ بهذه البساطة. الآن نتكلم بعد أن عرفنا المقدمة وعرفنا شنو الإندوميتريوم، نتكلم عن الأمراض اللي ممكن تصيب هذه الطبقة. أول مرض عندنا هو التهاب inflammation، فلذلك هنسميه endometriitis. زين، كل التهاب ممكن يكون acute، خلنا هذا اللون أصفر، ممكن يكون acute وممكن يكون chronic. زين، شنو معنى الacute؟ الacute أو الحاد راح نأخذ عنده عناوين أساسية مثل causes، cross، microscope والcomplications، ونتكلم عن كل واحد بالتفصيل. مثل ما قلت لكم كل تفاصيل هنا مكتوبة هي نفسها الموجودة بالكتاب. زين، نبدأ أولا بالكازز. أول شيء اسمه بيوربرال سيبسيس. بيوربرال سيبسيس خليها شوية بعدين نتكلم عنها. ممكن يكون بسبب STD يعني sexually transmitted disease، بسبب الجونوميديا. شنو يعني جونوميديا؟ يعني جونوكوكاي مثل الناصرية جونوريا، وميديا يعني كلاميديا، تمام. البيوربرال سيبسيس معناها كالآتي، أنا سويت على شكل أما أو، خلونا نلعب لعبة بعيدا عن الدراسة. أما أو، بداية أريدك تعرف شنو اسمها. اسمها معناه النفاس أو القطع اللي تحدث في النفاس، تمام. البربلات معناها نفاس أو حيض إلى آخره. زين، شنو لعبتنا؟ لعبتنا أما أو. أما تكون طبعا هي بشكل عام acute suppurative inflammation، تمام. أما تكون بعد الليبر، وأما تكون بعد الأبورشن، يعني أما تكون بعد الولادة أو بعد الإجهاض. أما تكون بسبب retained blood clots أو placental fragments، يعني قطع من الدم المتجلطة أو قطع من البلاسنتا. يا أما تكون بسبب بكتيريا اسمها Streptococcus hemolyticus، يا أما تكون بسبب بكتيريا اسمها E. coli، يا هي بسبب ascending infection، يا أما تكون هاي الانفكشن جتي عن طريق contaminated instruments، يعني أدوات أنت استخدمت داخل اليوترس وسببت أنه كانت ملوثة وسببت هذه العدوى، يا أما تكون بسبب الجلوفز اللي أنت دخلتها داخل اليوترس،
تمام؟ فهي واحدة من الاثنين. فلعبتنا أما أو، بسيطة جدا. نتكلم الآن عن الجروس. الجروس مالتها أولا أنا سويتها على شكل حرف الأس. sub inviolated راح ناخذ معناها هسه، soft shreddy septic thrombi وشو abscesses. طبعا ليش حطيت الاس باللون الاصفر؟ على مود تتذكر انه هي yellowish endometrium. شنو معنى sub inviolated؟ هاي اهم كلمه تحفظها، معناها انه اليوترس مثل ما تلاحظون هذا هو الحاله اللي يكون بها sub inviolated. تعرفون ان اليوترس بالحاله الطبيعيه يكون بحجم قبضه اليد، وفي حاله الولاده يكون بحجم البالون، لكن هنا عندنا بين البنين يعني نص ونص حسب ما تقول دكتورة إيمان. زين، هذا sub inviolated. زين، الميوميتريوم شي يصير بيه؟ يصير بيه septic thrombi أو التهاب بالأوردة. تمام، هذا بالنسبة للجروس. خلينا نتكلم الآن عن الميكروسكوب. الميكروسكوب الكليجة الثابتة مالتنا اللي هي قلنا عبارة عنه كل inflammation يكون بها inflammatory cells مثل ايش؟ مثل neutrophils والماكروفاجس، بالإضافة لأنه أكو necrosis. والميوميتريوم أيضا يصير بيه septic thrombi. زين، راح تقول لي شنو الكومبليكيشنز اللي ممكن يصيب هذا المرض؟ ايضا بحرف الاس، كل حاجه عندنا مرتبه بحرف الاس. يا اما تكون سيفير توكسيميا او سبتسيميا، راح تقول لي ليش؟ لان البكتيريا اخذتها قبل شويه الستريبتو هيمولوتيكس والايكولاي اثنيناتهم يطلعن توكسينز، فهاي التوكسينز تنتقل للدم وتسبب لك تسمم داخل الدم. زين، سبتيك ثرومباي قبل شويه قلناها ايضا تسبب لك بايميا. واخر شيء عندك انه ممكن يصير لها سبريد. زين، سؤال، السبريد وين يكون؟ بسيط جدا، يا اما تنتقل، هاي الصوره خلينا نستخدمها، يا اما تنتقل لل فالوبيان تيوبس فتسبب لنا سلفنجايتس، وهاي اهم شيء. راح تقول ليش مهمه؟ لانه السلفنجايتس، شوف اللون الاصفر، هذا الاصفر، هذا مو لون اصفر، شوفه ركز بيه، هاي عندك الرحم، هاي الفالوبيان تيوب، لو صار اكو سلفنجايتس راح يسبب لك الى انه يصير اكو هيلينج باي فايبروسيس. هذا شوف الاصفر فايبروسيس. زين، احنا نعرف انه هذه المنطقه هي المنطقه اللي يصير بها عمليه التلقيح الفيرتلايزيشن، فلو صار اكو بها فايبروسيس بعد السبرم ما راح يقدر يوصل للفالوبيان الموقع البيضة، فبالتالي راح يصير عندك انفيرتيليتي. تمام، الشغله الثانيه ممكن يصير باراميترايتس، ممكن يكون بيريتونايتس، يا اما يكون لوكالايزد ال، يا اما يكون ديفيوز دي. زين، هذا كان بالنسبة للأكيوت انفلاميشن، وقلنا انه هي بسيطة جدا، ممكن الكازز مالتها عرفناها انها بسيطة ايام يعني تكون سكشوال ترانسميتد ديزيز او بربولوسيبسيس. البربولوسيبسيس لعبنا لعبة اما او، ورقم السعد على قول الدكتور ناجي هو رقم 2، والجروس قلنا كلها بحرف الاس، الكومبليكيشنز كلها بحرف الاس، والمايكروسكوبك كان بسيط جدا. زين، راح ناخذ ثاني موضوع عندنا اللي هو الكرونيك انفلاميشن. الكرونيك انفلاميشن ايضا نقسمها الى كازز دايجنوسيس وانواع. الانواع الكتاب ما اعرف يعني صراحه ما افتهم سالفته، كاتب لك اول شيء سبيسيفيك انفلاميشن كنوع واحده، وبعدين كاتب تي بي. زين، هي تي بي اصلا سبيسيفيك انفلاميشن. زين، خلينا ناخذ الكازز. الكازز كرونيك بلفيك انفلاماتوري ديزيز، يعني مرض معدي داخل البلفس، وكذلك انترايوتراين ديفايس. تعرفون انه هذا هو، لا ما تعرفون، هسه جاي اقول لكم انه هذا هو intrauterine device، مثل ما تلاحظون يوضع داخل الرحم لانه contraceptive، يعني يمنع الحمل. شوفوا هذا هو الجهاز، فهذا الجهاز يسبب لك هاي العدوى. زين، الدياجنوسيس انك تلقى بلازما سيلز داخل الاندوميتريال سنتروما. كل اندو راح تشوفونها معناها اندوميتريوم، فلو لقيت بلازما سيلز داخل الستروما مالت الاندوميتريوم معناها هذا confirmed diagnosis. زين، نتكلم عن التي بي. التي بي احنا ماخذينه سابقا. الكازز مالته يا اما ميليوري سبريد، يا اما تي بي سلفنجايتس. وعرفنا ليش السلفنجايتس مهم، لان ممكن يسبب لك عقم. والسيبتومز انست على شكل انه انت اخرجت دم فألمك وصار عندك عقم، اخراج ديسشارج، دم ابنورمال بليدنج، ومؤلم بين، واخر شيء عقم يعني انفيرتيلتي. زين، البايوباسي راح نلاحظ اجرانيلوما، وكنا نعرف الاجرانيلوما، هاي حطيت لكم صوره لها ايضا للاضافه المعلومات. زين، هذا كان بالنسبة لأول الأمراض اللي عندنا اللي هو الالتهاب. الآن راح ناخذ اثنين من الأمراض الغريبة نوعا ما واللي أول مرة نسمع بها، اللي هن الإندومتريوسيس وكذلك الأدينومايوسيس. نبدأ بالإندومتريوسيس. دائما أريدك مرتب ترتب، عندك ديفينيشن، عندك مواقع، عندك باثوجينيسيس، وعندك جروس مايكروسكوبيك وكومبليكيشنز. زين، نبدأ بالديفينيشن.
أول شيء عندنا شنو تعريف الإندوميتريوزيس؟ طبعا من اسمه معناها انتقال الإندوميتريوم، هاي الكلمة معناها انتقال أو هجرة الإندوميتريوم. زين، التعريف مالته هو the presence of endometrial gland or stroma outside the uterus. يعني لو أنت لقيت endometrial gland خارج موقع اليوترس، احنا عرفنا اليوترس وين، هذا هو اليوترس، هذا كله يوترس، فلو لقيتها خارج هذا الموقع أنت هنا عندك endometriosis. مثل ايش؟ مثل ممكن تلقاها بالفالبيان تيوب، تلقاها بالليجمنت، أي موقع، أو بالمبيض، فأي موقع يعتبر أنه هذا endometriosis ببساطة، هجرة الاندوميتريوم بهذه البساطة. زين، شنو السايت اللي ممكن يروح لها؟ بسيطة أيضا، يا أما يروح للباراميتريوم، يا أما يروح للبري امبليكال تيشو، يا أما أكو باوتش عرفناها اللي هي الريكتوري تراين باوتش، سميها the باوتش of Douglas، هاي مهمة جدا، ونادرا ما يروح للليمف نوتس أو البون أو اللانكس، نادرا. كذلك الأماكن اللي موجودة قدامك مثل الليجمنتس والأوفريز والفالوبين تيوب، لأن كلهن أماكن ممكن يروح لها هذا المرض. فهو كاتب لك مولتي فوكال. زين، الآن نتكلم عن الباثوجينيسيس. هذا الموضوع جدا ممتع، إحنا ما عندنا، ما نعرف أصلا شنو هو هذا، يعني السبب مال هذا المرض، وإنما أكو ثيوريز تقدمت، يعني نظريات في تفسيره. طبعا الثيوريز إنه 5 ثيوريز، لكن الكتاب كاتب لك 3، إحنا راح نأخذ 4 نكون بين البنين. أول شيء عندك الطريقة الأولى، أنه كل ما في الأمر عودة بالدم أدت إلى أنه انتقل لمناطق مثل الفالوبيان تيوب. عودة بالدم أدت إلى أنه هاي الخلايا من الاندوميتريوم تنتقل لمناطق مثل الفالوبيان تيوب. يعني بسيطة جدا. نظرية ثانية راح أسميها الميتابلاستيك ثيوري. شنو يعني ميتابلاستيك؟ يعني أنه هذه الخلايا من الاندوميتريوم، الخلايا العادية اللي موجودة بباقي أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي، سوت ميتابليجيا وتحولت الى خلايا اندوميتريوم. هاي الخلايا مثل ما تلاحظون خارج الاندوميتريوم، هاي الخلايا فكانت هيك هذا الشكل مالها القديم، تحولت بواسطه ميتابليجيا لخلايا اندوميتريوم. فهاي كانت ايضا نظريه مقبوله بوقتها، الى ان لقوا انه هذه الخلايا ممكن تكون اصلا خارج البلفس، فتعجبوا جدا وقالوا لا لازم نطلع نظريه ثانيه. فأجا واحد ذكي ايش قال لك؟ قال لك انه الخلايا مال الاندوميتريوم سوت ميتاستاسيس، نفس التيومر سوت ميتاستاسيس وراحت لاماكن ثانيه مثل الليمف نوت وكذلك الفاسكولار. الكتاب سماها فاسكولار ليمفاتيك ديستنيشن، وفسر بها الاكسبلين ذا اكسترا بلفيك اندوميتريوم سيلز. جاك واحد ثاني قال لك لا، انا عندي شغله ثانيه، انه ممكن تكون اكسترا يوتراين ستيم سيل ثيوري. شنو يعني؟ يعني انه البون مارو بحد ذاته بالستيم سيلز قام يصنع اندوميتريال سيلز، هاي الاندوميتريال سيلز راحت وين؟ راحت لباقي اعضاء الجسم. فهاي كانت التفسير الاخير اللي موجود بالنظريات. كتاب كاتب لك 3 نظريات فقط، انا اعطيتك 4. زين، الان راح نتكلم عن الجروس. الجروس بسيط جدا جدا جدا، هنا كلمتين تحفظهن وها هي. اولا مثل ما تلاحظون هذا هو الانتقال للخلايا، هاي كلها خلايا اندوميتريوم منتقله الى اماكن غير مكانها الطبيعي. زين، تسبب لك فايبروسيس وادهيجنز. راح تقول لي شنو يعني؟ يعني مثل عندك هذا هو الفالوبيان تيوبز، هي راح تلزق هنا وتسبب لك فايبروسيس او ادهيجن، فبالتالي ما راح تقدر تخصها بالبيضه ويصير عندك انفيرتيلتي الى اخره. زين، الخلايا اللي موجوده بهذا خلينا ناخذ هذا اللي هو المبيض، خلينا نسوي له تكبير، يصير بهذا الشكل. هذا ما يذكرك بشيء معين بالضبط، نفس الشوكليت، فهو سمى لك اياها شوكليت سيست، مثل ما تلاحظون نفس الشوكولاته. زين، هذا كان بالنسبه للجروس جدا بسيط، واذا جاك ام سي كيو يجيك على الشوكليت سيست. زين، الميكروسكوب قال لك انه اذا لقيت 2 من هذني الاشياء تحت الميكروسكوب معناها انت صدق عندك اندوميتريوسيس. شنو هن؟ اندوميتريال جلاند او اندوميتريال ستروما وهيموسترين. اذا لقيت 2 منهن فانت confirm the diagnosis، اذا لقيتهن باي مكان خارج مكانهن الطبيعي. زين، الكومبليكيشنز، ما في الامر انه مؤلم. ليش مؤلم؟ راح يسبب لك ديس مينوريا، ديس كيزيا، وديس
بايريونيا. شنو معناها؟ الأولى معناها ألم في الدورة الشهرية بسبب البليدينج، والثانية ديسكيزيا معناها ألم أثناء الديفيكيشن، والأخيرة معناها ألم أثناء السكشوال انتركورس، فهي فقط مؤلم. زين، أيضا الأدهيجنز اللي تكلمنا عنها ممكن تسبب لك انفرتيلتي، شيء أكيد. زين، هذا كان بالنسبة لي الإندوميتريوسيس، بسيط جدا. تكلمنا عن الثيوريز اللي تحكي عليها، وتكلمنا عن الجروس، قلنا أهم شيء تشوكلت سيست، تكلمنا عنه إذا تريد تتأكد الدياغنوسيس لازم تلقى شغلتين من ذني ثلاثة، يا أما تلقى إندوميتريوم جلاند وستروما، يا أما ستروما وهيموسترين، وهكذا. وآخر شيء قلنا أنه الكومبليكيشنز هي الألم، المضاعفات هي الألم، يا أما أثناء الدورة الشهرية، يا أما أثناء السكشوال انتركورس، يا أما أثناء الديفيكيشن. وأيضا الأدهيجنز ممكن تسبب لك انفرتيلتي. هذا كان بالنسبة لي موضوع الإندوميتريوسيس. خلينا نروح على الأدينومايوسيس. الأدينومايوسيس بسيط جدا جدا جدا. أولا هو عبارة عن إندوميتريوم أتروفي، هاي المرة أتروفي، ومايوميتريوم هايبرتروفي. زين، راح تقول لي شلون؟ انظر إلى هذه الصورة. مثل ما تلاحظ أنه الإندوميتريوم صار بي أتروفي، بينما هذا الطبقة العضلية اللي هي المايوميتريوم تضخمت. زين، مو بس هيك، ايش لاحظت؟ لاحظت انلارج يوترس، اليوترس بشكل عام زاد حجمه، لاحظت الثيك مايوميتريوم قلناها، ولاحظت تيوبركليشنز، ترسبات، مثل ما تلاحظ ترسبات من الاندوميتريوم، بالاضافه الى هيموروجيك فوكاي، بعض من الدوائر هاي هيموروجيك فوكاي ايضا من الاندوميتريوم. زين، تحت الميكروسكوب ايش راح تلقى؟ راح تلقى اندوميتريال جلاندز وستروما، ممكن تكون maybe فقط ستروما، وهاي تكون هيموروجيك، مثل ما تلاحظ هيموروجيك. زين، الكومبليكيشنز يا اما مينورولوجيا يا اما ديسمينوريا. الاولى معناها انه يصير عندك تاخر او زياده بمده المنستريشن سايكل. زين، بالنسبه الثانيه معناها مثل ما قلنا انه الم في الدوره الشهريه. هذا كان بالنسبه لموضوع الادينومايوسيس، ايضا بسيط جدا. اهم شيء تعرف لي شغله التيوبركليشنز والهيموروجيك فوكاي اللي موجوده بالاندوميتريوم. زين، الان نتكلم عن موضوع اخر اللي هو موضوع الهايبربليشيا. هذا الموضوع ايضا مهم جدا، راح ناخذ به بالتسلسل ديفينيشن ايتيولوجي وباثوجينيسيس وكومبليكيشنز الى اخره. زين، هايبربليشيا الاندوميتريوم تعريفها انه زياده الاستروجين مما ادى الى زياده تكاثر الخلايا. شنو يعني؟ ركز لي على هاي الصوره، هذا الطبيعي. لما زاد عندك هرمون الاستروجين في فتره طويله برلونج تايم ادى الى تضخم طبقه الاندوميتريوم مثل ما تلاحظ. فهذا تحت الميكروسكوب راح تلاحظ انه زياده عدد الجلاندز زايده، بينما الستروما الشيء اللي قاعده عليه الخلايا يكون قليل مقارنه بعدد الخلايا. زين، ايضا سبب ثاني الكتاب ما ذكره، لكن هو نقص هرمون البروجسترون، لان هو المسؤول عن ايقاف الاستروجين، فبالتالي اذا قل راح يزيد الاستروجين ويؤدي الى هذا التضخم بالاندوميتريوم. زين، الآن راح نتكلم عن الإتيولوجي. ببساطة، أي شيء سبب لك زيادة بالأستروجين راح يسوي لك هايبربليجيا. زين، مثل إيش؟ مثل الأوبيسيتي. راح تقول إيش دخل الأوبيسيتي؟ إنه إذا أنت عندك أديبوز تشو زايد بالجسم، فالجسم راح يحول إلى أندروجين، ومن أندروجين راح يتحول إلى أستروجين، فبالتالي راح يصير عندك زيادة بالأستروجين وكذلك هايبربليجيا. زين، سبب ثاني ممكن يكون عندك أستروجين ثيرابي، يعني أنت الإمرأة تستخدم علاج الأستروجين حتى تعالج اعراض المينيبوزال. فسبب ثالث انه هو الاستروجين سكريتنج تيومر، ممكن يكون عندك تيومر موجود بالمبيض يسبب لك زياده انتاج الاستروجين من الجرانيولوزا سيلز او من الثيكا سيلز. زين، سبب مهم جدا اللي هو البوليسيستيك اوفيريان سيندروم، هذا راح يزيد لك نسبه الاصابه بالاندوميتريال هايبربليجيا. فليش؟ ببساطة انه هو السيستيك فوليكل ذني هي ما تبيض، يعني ما تسوي اوفيوليشن، مجرد زايد لك نسبة الاستروجين الموجود بالجسم وتقلل لك البروجسترون، فبالتالي راح يزيد عندك الريسك انك تنصاب بهايبربليشيا. هذا كان بالنسبة للإتيولوجي. نتكلم الان عن الباثوجينيسيس. الباثوجينيسيس بسيطة، انه ممكن تكون عندك يعني في حال هاي independent of hormonal levels، يعني ما دخل بالهرمونال ليفلز، ممكن يكون عندك ميوتيشنز على تيومر سبريسور جين اسمه بي تي اي ان. هذا الجين راح يصير بيه ميوتيشن مما يؤدي الى انه يتوقف، وهذا هو كان المسؤول عن ايقاف تضاعف الاندوميتريال سيلز،
فبالتالي راح يصير عندك هايبر بليجيا. شوف انا كتبت لك هنا او بالرسمه ستوب. زين 20% من الحالات السبب هايبر بليجيا. اذا صار عندك يعني طفره هذا الجين 20% راح يصير لك هايبر بليجيا، لكن من 30 الى 80% اذا عطل هذا الجين راح يصير عندك كارسينوما. زين الان نتكلم عن الجروس والمايكروسكوب. بدايه الجروس بسيط جدا، اللي هو مثل ما قلت لكم تضخم thickening of the endometrial وزيادة عدد الجلان مقارنة بالستروما، فهذا الجروس بسيط جدا. زين بالنسبة للمايكروسكوب، قبل منظمة الصحة العالمية الهو كانت انقسمت إلى 4 أقسام، لكن حاليا اتقسمت إلى 2 major areas. شنو ذني الميجور كرايتيريز؟ بداية هن non atypical و atypical. قبل لا ندخل بهذا الموضوع خلينا ناخذ عنهم اثنيناتهم يعني بشكل مجمل، بعدين نقول لك شنو الفرق بين كل واحدة وواحدة. مثل ما تلاحظون هاي الشكل المجمل، راح تلاحظ انه زيادة عدد الجلاند مقارنة بنقص الستروما. ستروما قليلة، ممكن توقف عليها الجلاند قليلة، لكن هي الجلاند بحد ذاتها زايدة. زين راح تلاحظ variation بالسايز والسايز والشيب، يعني مختلفة الأحجام والأشكال. راح تلاحظ crowded يعني مزدحمة و back to back glands. زين هذه 3 صفات أساسية مشتركة بينات الاثنين. زين شنو الفرق بين الاتيبيكال والنان اتيبيكال؟ بداية احنا نعرف شنو يعني اتيبيا. اتيبيا هو هذا التحول من هاي الصورة الى هاي الصورة، يعني السيل نفسها سبب لك اتيبيا. معناها من كلمة اتيبيكال معناها ليس طبيعية الشكل، تكون لارج هايبركروماتيك نيوكليس. شوفوا النيوكليس كبيرة وهايبركروماتيك. زين تكون طبعا هاي اهم شغلات هاي الاتيبيا، اهم شيء يسبب لك الكانسر. زين كلمة كاتب لك بالكتاب كونسبيرنس نيوكلياي، هاي بالنسبة للنيوكليار اتيبيا. اما بالنسبة للعادية النان اتيبيكال فتكون تال كولامينر سيلز مثل ما تلاحظون، ويصير بها ستراتيفيكشن. زين الان راح ناخذ الكومبليكيشنز اللي خاصه بالهايبرالجيا. كومبليكيشنز ايضا بسيطه جدا، ممكن مينولوجيا يعني هيفي وبرولونجد منسترال سايكل بليدنج، وممكن ايضا يكون عندك طبعا هذا راح يسبب لك ايرون ديفيشنسي. زين ممكن يكون عندك زياده الريسك مات الكانسر، يعني خصوصا ان نان اتيبيكال الاتيبيكال عفوا هاي مو اتيبيكال، فلو كان عندك هذا النوع من انواع الهايبربليجيا فزياده الريسك للكانسر. زين هذا كان بالنسبه لموضوع الكومبليكيشنز ببساطه. خلصنا من الهايبربليجيا، راح نتكلم عن التيومرز. التيومرز بالكتاب صايره نوعا ما مخربطه، فركز على هذه المايند ماب وخلينا نفتهمها. اولا تنقسم التيومرز الى بيناين ومالجننتس. شوف الخط هذا رايح للبيناين هنا وهنا للمالجننتس. زين قبل لا نبدأ بالتقسيمة ونكملها خلينا نتكلم عن البناين. بناين بسرعة خاصة بعدين نكمل تقسيمة. endometrial polyp هذا الورم عبارة عن polyps تتكون داخل الاندوميتريوم، تكون extrophytic mass يعني منبثقة إلى الأعلى، variable in size مثل لاحظ أكو ممكن يكون كبيرة أو صغيرة، و project in the cavity هاي هي الكافيتي، هي project in the cavity. زين ممكن تصيب any age، شوف الطريقة اللي نسويها أنا، ممكن تصيب any age لكن خصوصا المينوبوز، ممكن تكون سيسايل لكن ممكن بيدنكيوليتد تحت الميكروسكوب، ممكن تكون نورمال لكن ممكن تكون هايبر بلاستيك جلانس، واخر شيء ثيك وال فيزلز باستروما. زين هاي بالنسبه للبيناين تيومر. نرجع نسوي تقسيمه مالتنا ونرتبها. الان راح نتكلم عن المالجنس. المالجنس ينقسم بدوره الى التالي، اولا ممكن يكون كارسينوما، ممكن يكون سترومال ساركوما، واخيرا كارسينو ساركوما. راح ناخذهم بالتفصيل. زين الكارسينوما نفسها تنقسم قسمين، يا اما يكون سيريوس يا اما يكون اندوميتريويد. والاندوميتريويد بحد ذاته ينقسم الى 3 اقسام، يا اما يكون ادينو كارسينوما، يا اما يكون ادينو اكانثوما، واخيرا ادينو سكويمس اللي هي ميكس. زين الان راح نتكلم عن الكارسينوما. اول معلومه بتعرفها انه هي الموست فريكوينت تيومر ان ذا وومن مبدئيا. ثانيا arise from the glands. الجروس مالتها يا اما تكون fungating يعني للاعلى بهذا الشكل، يا اما تكون infiltrating يعني للجوه. زين
نتكلم عن السيريوس الانواع مالتها، يا اما تكون سيروس يا اما تكون اندومتريويد. اول وحده السيروس خلصها بسرعه، هي بسيطه، تكون نسبه 20%، يعني هي less common، وتسبب لك endometrial atrophy، وتكون بسبب المينيبوز او بسن المينيبوز. الثانيه اللي هي الاندومتريويد مقارنه معها تكون نسبه 80%، فهي the most common، وتسبب لك endohyperplasia، يعني عكس هاي. واخر شيء عندك ان تكون ايضا around the menopause. زين، بالنسبه للجروس مالت السيريوس تكون بابيلاري ادينوكارسينوما، هاي النوع مالتها، وزياده عندك السايتولوجيك اتيبيا. عرفنا شنو الاتيبيا، يعني التغيرات داخل الخليه تكون غير نظاميه الشكل، فيزيد عندك السايتولوجيك اتيبيا. زين، بالنسبه للاندومتريويد فالسبب مالتها يكون يا اما اوبيسيتي يا اما هايبرتنشن انفيرتيليتي او دايابيتس. لكن الاندومتريويد تنقسم بحد ذاتها الى ثلاثه اقسام راح ناخذهم. القسم الاول هو الادينو كارسينوما. شنو يعني ادينو كارسينوما؟ يعني كارسينوما تكون بالجلاندز. السبب مالتها او الانواع مالتها هي well differentiated وmoderate differentiated وpoorly differentiated. ال well ايضا تكون well formed glands، يعني تكون شكلها نظامي. والmoderate تكون عباره عن glands وياها solid sheets، لكن solid sheets تمثل اقل من 50%، بينما البور ايضا glands وsolid sheets، لكن solid sheets تعبر ال 50%، وهاي اللقطه المهمه. زين، الادينو اكانثوما ببساطه هي عباره عن ادينو كارسينوما نفس الشيء بالضبط، لكن الفرق انه تكون اكو بها فوكاي اوف بيناين سكويمس ابيثيليوم. الادينو سكويمس هي عباره عن مجموعه او ميكس من الاثنين. زين، نتكلم الان عن الانواع الباقيه، انواع بسيطه جدا كل وحده تدل على نفسها. سترومال ساركوما من اسمها تكون بالستروما، ارايز فروم ستروما. ثانيا هي مرض خطير جدا ونادر ايضا، لحسن الحظ انه نادر. الكارسينو ساركوما هي طبعا جدا عنيفه، يعني لا تريد تكتب كلمه واحده عنيف، تمام، تكون مالجننت ميكسد مولوريان تيومر، هذا اسمها اثنان يعني نقدر نقول، تمام. زين، هي هايلي مالجننت مثل ما قلت لكم، عنيفه جدا، وتكون بالالدرلي وومن. كذلك نلاحظ بالجروس مالتها لارج بولي بويد فلاشي ماس، تم تلاحظ هاي الفلاشي ماس تكون لارج بولي بويد. ونلاحظ مايوميتريال انفيجن، يعني عبره الاندوميتريوم وراحت على المايوميتريوم، هاي طبقه المايوميتريوم عبرها. ونلاحظ تحت الميكروسكوب راح نلاحظ انها ميكس ادينو كارسينوما هاي الجزء، والجزء الثاني هو ساركوماتكس اليمنتس، يعني اجزاء من الساركوما مثل ما تلاحظ. فهذا كان بالنسبه للانواع الباقيه. نتكلم الان عن الكومبليكيشنز. الكومبليكيشنز ايضا بسيطه جدا، يا اما تكون ريجولار او بوست مينيبوزال بليدنج، اغلبهم كان بليدنج، راح يكون موضوع حلقه الجايه. سبريد ممكن تطلع لي قدام بالبلادر، ترجع لي ورا بالريكتام، تنزل على الفجاينا، تصعد على الكافيتي، تروح على الليفر، على اللانج، على البون. ايضا ممكن تكون بالفالوبيان تيوب والاوفريز، اي مكان من الاماكن يكون بي سبريد. والحمد لله بيجي نكون خلصنا. اكتبوا لي بالتعليقات اذا تحبون اسوي لكم بعد ما نخلص المحاضره مراجعه سريعه لاهم النقاط حتى تطبقها بالحلقه الجايه. اشكركم على حسن المتابعه ومع السلامه.